أهلا وسهلا فيكم أصدقائي في حلقة جديدة، في يوم جديد، في إشارة جديدة، إشارة مش عارف غريبة عجيبة وصعبة شوي، صعبة عليكم أنكم توصلوا لها ولا لا يا شيخ؟ طبعا تمام. طيب احنا طبعا اليوم في موقع جديد، لا في الأربعة دونهم ولا في 12 دونهم، هذول اللي حكينا عنهم. اليوم في موقع جديد يا أخوان، موقع حلو مرتب ما عليه أي كلام. تمام، راح نحكي عن إشارة بسيطة جدا ومش بسيطة، يعني بسيطة وصعبة في نفس العملية. عندي توجيه، عندي شغل، عندي قصص سواليف زي هيك. طب بدي اياكم تتابعوا طبعا الفيديو للآخر، ماشي، وتشوفوا الفيديو للآخر عشان تعرفوا شو اللي صار معنا بالضبط. ولا تنسونا من اللايكات، بدنا نوصل هذا الفيديو ل 10000 لايك يا اخوان. عمرها ما وصلت ل 10000 لايك، بس بدنا نوصلها. وترى ببلاش اللايكات، تمام، يعني ما بتدفع مصاري على اللايك ولا لا شيخ؟ نعم، اول لايك لك حبيبي، يسعد قلبك. ببلاش اللايكات يا اخوان، تمام، وصلها ل 10000 لايك، وشوف الفيديو للآخر عشان تعرفوا شو اللي صار معنا. خليكم معنا. طيب نرجع بنقول اهلا وسهلا فيكم. طيب اليوم راح نشتغل يا اخوان على اشي غريب عجيب، يعني اشي راح تشوفوه غريب عجيب، وهو احنا مش فاهمين شو هو صراحه، يعني ماشي، احنا فاهمين المبدا تبعه، فاهمين الشغل تبعه، لكن الاشاره نفسها مش فاهمين شو هي. بنحكي عن هذا الجرن يا اخوان، وبنحكي عن هذا الجرن، شايفين هذول الجرنين، على هذول بنحكي بس. لكن في اشي غريب، ماشي، اثبتوا في السابق عند الفراعنه وعلى الرسم الهيروغليفي هذا تبع الفراعنه، ماشي، اثبتوا انه وجود علم وصلوه مثلا لمرحله كبيره، ماشي، لكن الرومان وصلوا هذا العلم، الله اعلم، الله اعلم. تمام، الان راح نشتغل يا اخوان على هذا الجرن. هسه راح تشوفوا المفاجاه وتشوفوا ايش الشغل بالضبط، يعني الشغل النهائي ايش هو بالضبط. دقيقه بس ناخذ تنظيف الإشارة، سينا نجيب السيفتي اليوم ولا موجود؟ دقيقة خليكم معانا. أيوة، هاي بنشم بها. تمام، خلينا عشان نرتب الورق. اليوم موقع جديد يا إخوان، خلصنا من الموقع هذاك تقريبا، ضايل لنا بس في شوية شغل نخلص منه عشان نوزع المواقع اللي هناك على الشباب. كل واحد بده موقع يبعث لنا على الإيش، على التعليقات، كل واحد واللي تعليقه احلى شيء، يعني بنعطيه موقع محرز، بنعطيه موقع في شيء يعني سهل سريع، يعني حسب التعليقات يا اخوان. تمام، اليوم بدنا نشتغل على ها. تمام، شوفوا هاي، ها طبعا اعطونا بالتعليقات تحت ايش هو. تمام، هي الشكل تبعه، شايفينه نازل تحت مع إشارة الأجف، عشان ما نحكي بكثير حلها، يعني هاي إشارة الأجف هون الدخول. لكن إيش هي هاي الإشارة؟ زائد هاي الإشارة، وين هي هاي؟ آه هي هاي. تمام، زائد هاي الإشارة، زائد الحركة، نفس الحركة تقريبا تبعت هاي. تمام، هسا بدي أجيب لكم الصورة هاي بشكل مزبوط عشان تشوفوها كيف، شوفوا واضحة. ناخذ سكرين شوت، إشارة خطيرة، هسه راح تعرفوا شو هي. طيب عندي الإشارة هاي زي ما حكينا، وعندي الإشارة هاي، ماشي، هسه راح نيجي على الإشارة الرئيسية، المفروض إنها رئيسية. تمام، راح نيجي على هاي الإشارة اللي ما بدي أذكر شو اسمها، لأنه في عندنا نسوان في الهاي، ولا نذكر؟ يلا أذكر. ذكر. تمام، هاي كويس، بنحكي عن إشارة الذكر يا اخوان، لكن برضه ما راح اكتب اسمها، مفاجأة. هي المفاجأة اللي بحكي لكم، شفتوا كيف تستنوا شوي تاخذوا لكم مفاجأة حلوة مرتبة. تمام، ولا احلى تعليق بنعطيه احلى موقع، ماشي. عندي طبعا هذا ذكر كامل مع بصمة، هيها. تمام، هي هالبصمة تبعته. الآن أنا عندي، حكيت أنا قبل هالمرة في المباشر، حكيت الذكر عندي توجيه، دائما الذكر عندي توجيه، ما باخذه غير إنه توجيه. تمام، بكل الأحوال، إلا إذا أجا مقابله فرج. إذا أجا مقابله فرج بصير في عندي إشي اسمه تثبيت مكان، يعني تثبيت للفرج الموجود. بشتغل على إيش؟ على الفرج، ما بشتغل على الذكر، يعني الذكر دائما باخذ التوجيه في كل الأحوال. إن أخذته على صخرة منبسطة زي هيك، إن أخذته بشكل إنه هو جاي على قص صخري، إن أخذته بشكل هو جاي كيف ما جاي، راح آخذ نفس الاتجاه، خلينا نحكي نفس اتجاه الذكر. تمام، اللي بيجي بيقول لك بالاتجاه الشطفي هاي، بالاتجاه الشطفي هاي، بالاتجاه كذا، بالاتجاه كذا، ما في منه هذا الحكي يا إخوان.
باتجاه الإشارة. تمام، عارف أن القنوات بتستحي أنهم يحكوا مثلا عن الـ الإشارة هاي، ماشي، لكن إحنا بنخرب الدنيا يا أخوان. تمام، عندي إشارة ذكر هاي، ها زي ما أنتم شايفينها، عندي بصمة تأكيد وتثبيت ومش اتجاه، هاي ما عندي فيها اتجاه، بصمة تأكيد وتثبيت. تمام، هسه راح احكي لكم ليش، هسه بحكي لكم السر تبعها، يعني هسه راح احكي لكم السر تبع هاي الاشاره والاشاره الاولى والثانيه. تمام، الان راح نشتغل على بصمات هيها موجوده، ماشي، ما بتهمنا هاي البصمات، ما بتهمنا كلها، راح نشتغل على اللي هي دعسه. تمام، دعسه شمال، دعسه شمال، يعني عندي اصبع اصبعين ثلاثه اربعه، قولوا والله ما نعرف اصبع اربعه ولا قديش، وهي بجوز الخامس. تمام، لكن دعسة شمال. الآن دعسة شمال تثبيت اتجاه. تمام؟ إذن في عندي اتجاه، في عندي تثبيت اتجاه، اتجاه تثبيت اتجاه. طيب لو أخذت الاتجاه تبع الذكر وين راح أروح؟ شوف وين راح أروح؟ نفس الاتجاه الذكر، تمام، راح أظني ماشي معه، راح أروح باتجاه البصمة هاي وباتجاه الجرن هاي. تمام؟ طبعا الجرن عليه بصمة كمان، هاي بصمة صغيرة، راح أروح باتجاه هاي، شايفينها؟ هاي باتجاه الجرن هذا. طيب لو اجيت على الاشاره الوسطانيه اللي اخذتها اول مره، اللي هي هسه احنا لو فتحنا المجهر، لو فتحنا على المجهر على المي تبعت الرجل، تمام، بنلاقيها نفسه الحيوان المنوي هيو. تمام، مش هذا حيوان منوي وهذا حيوان منوي، صح؟ هاي عندي واحد اثنين موجه، هذا عندي موجه بالاتجاه تبع الجرن، وهذا موجه باتجاه الجرن، والذكر موجه باتجاه الجرن. تمام، الان باخذ البصمه على اساس انها توجيه، الان باخذها توجيه، الان باخذ هاي البصمه، هاي البصمه حقيقيه، ما باخذ البصمات اللي ورا مش حقيقيات، الان باخذ هاي البصمه، هاي حقيقيه، هاي بتهمني، هاي توجيه. تمام، هسه راح اروح بالاتجاه هذا ونشوف احنا وين بنروح. تمام، هاي بتهمني، الان خلاص ثبت عندي توجيه، ثبت عندي شغل صح. اذا برجع كمان مرة. طب هسا كيف سرها، يعني كيف نشتغل سرها؟ هسا راح أحكي لكم كيف تنشغل. تمام، عندي إشارة الذكر، عندي الجرون هذا، الجرون هذا مع سياره. تمام، الآن هذا موجه للجرون هذا، وهذا موجه للجرون هذا، والذكر موجه لنفس الجرون، والجرون هذا معاه بصمة اتجاه، إذا تثبيت اتجاه. لكن لو طلعت هيك وحفرت، إذا طلعت لقدام هيك وحفرت، ما راح أطلع بشيء، ما راح يكون في عندي شيء، راح تلاقيني صخرة وصخور كبيرة. تمام، وما راح اقدر انزل لها، من وين نزلتها هاي؟ من وين الشغل تبعها؟ تمام؟ يعني كيف بدي اشتغل عليها؟ طبعا هسه راح اروح هناك، انا متوقع انه، انا والله ما بعرف، بس متوقع انه نلاقي اشاره فوق الصفاه تثبت لنا مكان، ويصير يعطينا سيالات ويعطينا شغل هاي. ماشي، وممكن نلاقي فرج، والله العليم. تمام؟ لكن بدنا نشتغل على هاي، على هاي باخذ الاتجاه تبع اخر شيء. ايوه، شايفينه كيف؟ نازل. ايوه. تمام، شايفين كيف نازل مع اتجاه إشارة اللجف. طيب إشارة اللجف نفسها ايش فيها؟ ما يطلع لنا حية عشان هيك نلبس هذا الكفوف، ما يطلع لناش حية فيها. تمام، وصلنا إشارة اللجف اللي هي مهمة جدا، ماشي، وألف مرة وألفين مرة وخمسة آلاف مرة وعشرين ألف مرة بنحكي لكم إشارة اللجف مهمة جدا، أكثر من الإشارة، يعني إشارة اللجف مهمة أكثر من الإشارة. تمام، الآن إشارة سيالها نازل معي، نزل معي سيالها إلى آخره، وصلنا إشارة اللجف اللي هي المطلوبة. إشارة اللجف جاي مستطيل ناقص ضلع، أو بتقدروا تعتبروها نص دائرة، لكن أنا بعتبرها نص مستطيل ناقص ضلع. إذا في عندي مدخل، عندي بوابة، إذا عندي نزول، عندي مكان حفر. تمام، إشارة اللحسة اللي بيحكي عنها كاسر الرومان، يقول لك إشارة اللحسة هي نفسها هاي، إشارة المحراب هي نفسها، هذا هو المحراب يا أخوان، شايفينه؟ هذا هو المحراب، إشارة اللحسة، إشارة اللجف، إشارة القرود، المهم هون عندي نزول، هون عندي شغل. تمام، إشارة تجميعية لثلاث إشارات، تجميعية في جرن مع توجيه مع نزول مع سيال مع كذا مع كذا مع إشارة لجف، وصلنا لنتيجة. تمام، ليش احنا نقعد نتحذر ونقول والله هذا الجرن وهذا السيال تبعه معناته بتودي عندي على الجبل الثاني؟ لا. تمام، هيا راح نوجيكم اياها من فوق كمان مرة. هاي إشارة، هاي إشارتين، هاي الذكر ثلاثة. تمام، رايح كله بالاتجاه تبع الجرن الرئيسي ها مع توجيه. طيب لو رحنا بالاتجاه ها شو بنلاقي؟ بنروح، يلا يلا بنروح، يلا بينا.
على قولة عبد الله الشريف. يلا بينا. طيب راح نروح بالاتجاه تمام، لكن ما راح يكون معنا توجيه كثير لانه احنا بنحكي عن وجود سرداب هنا. طيب خليني اقول لكم انه وجود سرداب شو بيعني. دقيقه هاي يا اخوان، هذا طبعا تبع الفراغ كويس، الاشاره هي هون كويس، احنا رايحين بالاتجاه هذا. خلينا نشوف هون شو في كويس، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا راح اشتغل بسيخ واحد ماشي، هو المفروض اني انا اشتغل بسيخين لكن على الخبره بشتغل بسيخ واحد. تمسك هاي بس ما تكبس هون بالمره، ما تكبسش على المنطقه هاي، لا هيك راحت الكاميرا. ايوه اعطينا السيخ الثاني هون، ما تحطش اصبعك لانه هون السماعه. طيب هسه راح اشتغل بسيخين يا اخوان، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بنبعد السيخين عن بعض 30 سم تقريبا او 35 سم علشان انا بدور على سرداب. لا انا بدور على سرداب، يعني بدي ادور فراغ موجود بين نقطة أو نقطة تمام. ولا تنسوا الإشارة اللي اشتغلنا عليها، الإشارة مبينة وواضحة إنه وجود سرداب اللي هو وجود المني، هاي إشارة الجرل تمام، عندي دخول وعندي سرداب متعرج بوصل له نقطة معينة. طيب كيف بدي ألاقي السرداب هون؟ إيش هو؟ هناك طالع هيك رايح موجه هيك. هسا إحنا راح نشوف، هسا بدنا نشتغل على الأسياخ نشوف وين فراغ السرداب. لا خليك جنبي ماشي، جنبي عشان تصور الأسياخ. الان طلع عشان نحكي في السرداب كل مره نحكي في انفراج الاسياخ، دائما انفراج اسياخ يا اخوان. نقول بسم الله الرحمن الرحيم عشان نوضح السرداب انه موجود او مش موجود. برضو انا بدي اشتغل صح، بدي اكون اشارتي مضبوطه 100% وشغلي مضبوط 100%. الان انفرجت الاسياخ، اذا في عندي سرداب. طب الحاله هاي شو لازم اسوي؟ بنزل الاسياخ، بمشي خطوه بسيطه يا اخوان لانه في عندي حيط ماشي، بمشي خطوه بسيطه برفع الاسياخ مره ثانيه بس لكن قريبه، لانه السرداب ما بكون كبير يعني ما بقدر امد ايدي هيك، خلاص هيك طلعت من السرداب انا تمام. انا برجع ايدي شوي نفس القياس تقريبا على 30 سم وبرجع بفحص كمان مره لان في عندي سرداب بقدر اعرف قديش حجمه. هذا هو يعني عندي تقريبا متر ومتر و60 متر ومتر ونص متر و60. طب كيف بدي اكد انه هذا سرداب مزبوط مش 100% مش فراغ؟ انا اخذت هذا الاتجاه تمام، الان برجع باخذ لي خطوتين لورا كويس، برجع بفحص كمان مرة. خلنا ارجع شوي لورا عشان بداية السرداب، برجع بفحص كمان مرة، نقول بسم الله الرحمن الرحيم تمام. الان في تعرج في السرداب، هسه انا عرفت انه في تعرج في السرداب عن طريقة حركة الاسياخ. هاي حركة الاسياخ تمام، واحد رايح هيك وواحد رايح هيك، اذا في عندي تعرج، اذا الاشارة مزبوطة. اذا برجع برفع كمان مرة وبرجع بشتغل بشوف وين السرداب. الان فتح معاي، اذا في عندي تعرج ثاني في السرداب، اذا السرداب جاي هيك. تعالوا اورجيكم الاشاره، اعطي تعالوا اورجيكم الاشاره واورجيكم شو اللي بصير معانا الاشي الغريب هذا. هيو يا اخوان تمام، هاي الاشاره مش بعاد عنها، هاي التعرج، هاي خارطه السرداب. طبعا هون مفروض انه يكون فيه مصيدة، تسكيرة، اشي والله العليم، لكن احنا هون كنا نفحص. يعني بتقدروا تاخذوا الهاي الخارطة تبعت السرداب وتشتغلوا عليها تحت، نفس الخارطة هاي راح تشتغلوا عليها تحت. احنا هون هاي هيك كيف فتحت معي الاسياخ، يعني اخذت من هون بعدين رجعت اخذت معي هيك وهيك صح؟ نفس هاي هون، اذا لسه في مسافة لسه بعيدة والله، شو بعيد كثير. هسه نشوف، طب خلينا نروح باتجاه الاشارة ونشوف وين بتودينا. بسم الله يلا. انت فهمت هون شو فيه؟ هون اللفه تبعتها صحيح، بس يا بسم الله الرحمن الرحيم. هسه طبعا احنا يا اخوان بدنا نشوف لوين مودي الاشاره. الاشاره تابعة لهاي، لسه احنا بعاد عنها كثير بس والله بعاد عنها. هسه بنشوف ان شاء الله نلاقيها، بس والله حلوه يا اخوان كثير حلوه. هات هون اقول هون اكون اشرف كثير هون قدام، يعني هاي زراعيه شوي المنطقه، انا بصور تحت عشان ابين اشاره تمام. يعني لسه هون في اشارات، اشارات لهون مع انه اشاره فرج بتكون مقابل هذاك، عرفت بتكون مقابله. اسمع خلينا نشتغل عليها. طيب انا قصدي اورجيك بس اشارات لهون بعدين ترجع. لا بدنا نثبت هذا، استنى هيني جايك. طيب احنا الاشاره كانت هناك يا اخوان، لكن احنا مش لاقيين تثبيت الفرج او نقطه التثبيت تبعت الذكر
مش لاقينها. يعني لازم يكون في نقطة تثبيت. تمام؟ هو متوقع انه يكون فرج. هاي نشوف هنا شو صاير معانا. كان هذا في قص، هذا شايفين القص هذا؟ زيه زي شرط اللجف ها؟ عشان ما حدش يقول لي شو هذا القص. هذا زيه زي شرط اللجف، نفس شرط اللجف. عندي مجسم الله أعلم شو هو. تمام؟ لكن ممكن يكون هذا خبيئة. ممكن يكون في شيء. بتطبقوا ها؟ ماشي؟ الله العليم انه يكون في خبيئة. طيب عندي جرن بير، بير موجه طبعا، هذا جرن بير رايح بالاتجاه اللي هناك. جرن بير شايفينه كيف محلاه، والله حلو هذا روعة. هذا جرن بير. طيب الجرن اللي جنبه تمام، على ايش بدول يا اخوان؟ يلا اعطونا بالتعليقات على ايش بدول هذا الجرن. يلا بتعليقاتكم على ايش بدول؟ استنى بس عشان الشمس. ايوه هيك. على شو بدول يا اخوان؟ ايوه عم نحكي عن جرن عبارة عن غرفة تحت الارض. يعني في عندي فراغ غرفة تحت الارض. تمام؟ غرفة والله العليم انها تكون كنيس، يعني يا تكون كنيس يا دير او اشي زي هيك. الله اعلم. لكن غرفة تحت الارض. تمام؟ وهي البير، إشارة البير موجهة. الآن هي القياس تبعه، ها القياس تبعه اللي هو تقريبا 40 سنتي بأربعين سنتي، تقريبا 50 سنتي، يعني نص بنص، نص متر بنص متر القياس تبعه. إذا هذا وين مفروض إنه يكون؟ مع ميلان الصخرة. تمام؟ والله العليم إنه هون في منطقة سبعة الصبر، هاي اللي هون بعد الصبر بشوية في الأرض نفسها. لكن هذا بير كبير، كثير كبير. هذا بير. تمام؟ إذا بدكم مي كمان للأرض تلاقوا البير، جوز تلاقوا فيه مي. والله العليم. شو بيحفروا؟ شوفوا شوفوا. طيب يا إخوان، إحنا ما قدرنا مثلا إن ناخذ هسا توجيه. إحنا عندنا بالنسبة للإشارة، إشارة الذكر والإشارة الجرنين اللي معاه واتصالهم بالجرن واحد، التوجيه معانا، لكن زي ما أنتم شايفين ما في. تمام؟ والأرض شايفينها كيف هاي؟ يعني لو بنلاقي إشارة مش راح نلاقيها. الله يستر من الحياية. يعني حتى الإشارات اللي موجودة مش راح نلاقيها، صح نظلنا وراها، هسا هاي ما بنقدرش نفحصها بالأسياخ. تمام؟ يعني هاي صعب إننا نقدر نفحصها بالأسياخ. ليش؟ دقيقة خلينا نشوف هون. ليش ما بنقدرش نفحصها بالأسياخ؟ لأنه احتمالية ما يكونش فيها معدن أصلاً. يكون فيها شغلات أحلى من المعدن. شغلات بتسوى. وهي عود كبريت هون، والدفاع المدني كله ما بقدر اطفيها. بدك واحد مجنون حرايق. تمام؟ اذا ما في، ما بقدر انا اطلع اشاره مخفيه. هاي راح ارجع للذكر مره ثانيه اورجيكم شو الوضع تبعه. وضعنا جايين، يلا خليكم معنا. طيب يا اخوان، خلينا نسجل دقيقه. تمام يا اخوان، زي ما حكينا احنا تتابع الإشارة حكينا فيه. إشارة أولى أخذناها، إشارة ثانية، إشارة ثالثة، وتثبيت اتجاه، تثبيت يعني دعس اللي هي الشمال على ما أظنها شمال، هي مش مبينة شمال ويمين، لكن تثبيت. يعني عندي شغل، عندي توجيه، ثلاث إشارات. التوجيه هذا أعطاني على هاي. هاي مهمة يا أخوان، يعني شايفين هاي، هاي أهم من الإشارات هذول كلها. تمام؟ لأنه معطيتني عندك الجرن نفسه داخله، هيو حبة العدس، حبة الحمص، شو بدكم تسموها سموها. تمام؟ ما بهمناش الوضع، لكن احنا بنعرف الإشارة، بنعرف حل الإشارة. هاي هاي اخوان، حبة عدس، حبة حمص، ايش ما بدكم. تمام؟ معاها توجيه، خلص انتهى، ثبت معاي التوجيه، اعطاني توجيه. هذا هو هيك. احنا رحنا ما لقينا شيء، لو في شارع وفي كمان الأرض مزروعة ومش عارف ايش، لكن احنا خلص ماخذين بوابة، احنا ماخذين معانا شغل، خلص انتهى. تمام؟ عندي بوابة مع اتجاه السيال تبعها على اللجف، لجفت معي خلص انتهى، بنزل فيها من هنا، بل تلجف معي بجوز ما تاخذ لها مترين، هاي بجوز ما تاخذ لها مترين، بجوز تاخذ لها 3 متر. لكن بالنهاية راح يفتح معي السرداب، السرداب في داخله مصايد، بدك تدير بالك وبس. تمام؟
لكن من هون الشغل ما في داعي اروح ادور، خلاص بديش ادور على اشاره التثبيت، ما بهمنيش اشاره التثبيت، بهمني انه مكان الحفر تبعي واتجاه الحفر تبعي ورحت خلاص مشيت معاه وخلاص مشيت والسرداب فتح معي السرداب والى اخره وخشيت على المغاره اللي بدي اياها. لكن حلو كثير يا اخوان، اشاره روعه، ما بتلاقوها على اليوتيوب كله حصريا على قناه المغامر ايهاب الفراني، تمام، اشاره الذكر حصريا يا اخوان، ما بتلاقوها في اليوتيوب، لقيتوها قبل مره في اليوتيوب، هو تشار الذكر بتلاقيها، بعطيك بدك اياها بيستحوا، تمام اخوان. شكرا لكم للمتابعه واهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم على الحلقه الحلوه جدا جدا جدا، وهي كمان لايك بالاسود يا اخوان. مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس يا اخوان، شكرا.